يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من شبهات المتصوفة هداهم الله إلى الحق يقولون الدليل على جعل الوسطاء بين العبد والرب هذه الآية الرحمن فاسأل به خبيرا، هل هذا دليل لهم؟ اسأل به خبيرا يعني نفسه سبحانه وتعالى، يعني نفسه جل وعلا هو أعلم به بنفسه سبحانه وتعالى. اسأل الله، اقرأ كتاب الله التي فيها أسماؤه وصفاته، هو الخبير سبحانه وتعالى، ما هو يسأل به خبيرا من الخلق. اسأل الله جل وعلا ولا يحيطون به علما، يعني لا أحد خبير بالله يعلم كل ما هو من شأن الله أبدا، لا يحيطون به علما. نعم. ويقول إنهم يقولون يجوز ذكر الله بالاسم المفرد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله، فكيف نجيب عن ذلك؟ أي اصبر لما يجيك الوقت وبعدين خلك معهم. نعم.